السيزر والزريال، يعني الستيل 304 الغذائي. المقارنة راح تتم بيناتهم فقط، ماكو نقاط اليوم من 10، كل أرقام من 10، ماكو داعي، فقط راح نسوي مقارنة بينهم حتى نوضح نقاط الإيجابية لكل واحدة على حساب الأخرى. مقارنتهم باقي الأراجيل يعني خسارة لباقي الأراجيل، ماكو أرجيلة تقدر تتفوق. السيزر والزرياب كل واحدة عندها نقاط تميز على الثانية، مثل إيش؟ القبضة بالسيزر ستيل ستيل، بالزرياب مو ستيل. السيزر ستيل أثقل بهواي من الزرياب، لكن بعضه ستيل 304 سبيكة واحدة وخراطة وبعضه صب، بينما الزرياب ستيلها كله سبيكة وخراطة، فهاي نقطة تميز، لكن ستيلها أقل. الفلتر هو نقطة تميز للزرياب على السيزر، لأن السيزر ما بيها فلتر. فنجان الزرياب أفضل بهواي من فنجان السيزر، السيزر فنجانها سيء لذلك وخرته بدلته بغيره. فكل وحدة لها نقاط تميز، والشكل كذلك نقطة ترجح وحدة على الأخرى، أنتم اللي تحكمون. خلينا نجرب تدخينها، نبدأ بالسيزر.